السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن رؤية تبين نهاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقتربت. الرؤية كالآتي: قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، رأيت رؤية حوالي يعني من 10 أيام، رأيت الرئيس الأمريكي ترامب في تابوت، ورأيت تاريخ ميلادي في وسط هذا التاريخ رقم 6، ثم رن هاتفي ليوقظني لصلاة الفجر، كانت الساعة 5:30. يا شيخ، طرحت عدة طرق للشيوخ ولم أتلقى أي إيجابي. يعني مش عارف شو الشيوخ هذولا اللي رؤية زي هاي واضحة، ليش ما يعبروا الرؤى للناس؟ الرؤية واضحة إنه ترامب قاعد بنازع، محطوط في إيش؟ تابوت، إنه حكمه راح ينتهي، وراح إيش؟ نهايته اقتربت، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.